أهلا بكم من جديد. يشيع المئات من المواطنين بحضور القيادات الأمنية اليوم جثامين أمين شرطة ونقيب ومجند استشهدوا أمس على يد عناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية وعناصر إجرامية خلال حملات أمنية في الشرقية والفيوم. كان قد استشهد رقيب شرطة وأمين شرطة عقب إطلاق مجموعة من عناصر الإخوان الإرهابي النيران عليهما أثناء عودتهما من العمل، فيما استشهد مجند وأصيب رقيب شرطة بعيرة نارية أطلقها عناصر إجرامية أثناء حملة أمنية في إحدى المأموريات في مركز أبو حماد بالشرقية. قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بتفجير مدرسة وعقار سكني في منطقة الظهير جنوب الشيخ زويد صباح اليوم ردا على الحملات الأمنية لتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة. قالت مصادر أمنية أن عددا من منازل المواطنين المجاورة قد تضررت بسبب الانفجار. من جانبها بتجري حاليا القوات تمشيطا للمنطقة لضبط الإرهابيين المتورطين في التفجير. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أوجه التشابه بين تنظيم الإخوان الإرهابي وتنظيم داعش الإرهابي من الكذب الممنهج والعمالة والخيانة بالإضافة لتبني العنف. وأشار في بيان له اليوم أن مصير داعش والإخوان مرتبط ببعضهم، فسقوط تنظيم داعش يعني سقوط الإخوان باعتباره الحليف الأبرز والأقوى لهم. نشوف بسرعة إيه اللي بيحصل في سيناء من خلال مراسلنا أشرف سويلم. أشرف برحب بيك، وتفاصيل إيه اللي بيتم من جهود حاليا في محافظة شمال سيناء لدحر الإرهاب عندك، تفضل. اهلا بيك استاذ شريف. طبعا هنبدا بالانجازات العسكريه اللي حققتها القوات المسلحه في اقتحام اكبر حقل الغام في تاريخ الارهاب في سيناء. 19 عبوه ناسفه كانت مزروعه للقوات في قريه الجوره جنوب الشيخ زويد. طبعا شارك الاهالي بوطنيتهم في ارشاد عن العديد من هذه العبوات الناسفه. القوات نزلت على رجليها، قوات الصاعقه تقوم بتفكيك العبوات الناسفه وتذكيرها، وبالفعل تم التخلص من اكبر حقل الغام كان بيواجه القوات المسلحه في قريه الجوره جنوب الشيخ زويد. ونجحت القوات في ضبط بندقيه آلية ونضاره ميدان، وايضا تم تدمير العديد من البؤر الارهابيه. جنودنا بينزلوا داخل معاقل التنظيم الارهابي على اقدامهم، والعناصر في المقابل العناصر تقوم بالفرار كالفئران من امام ضربات جنودنا الابطال. طبعا التنظيم قام صباح اليوم بتفجير مدرستين، مدرسة الظهير الابتدائية في قرية الظهير، وقام بتفجير أيضا المعهد الأزهري بالمقاطعة. طبعا هو كان مفخخ العديد من المدارس لاستدراج القوات فيها وتفجير هذه المدارس في القوات. وطبعا القوات طبعا كانت تعلم أن المدارس كانت مفخخة منذ أسبوعين تقريبا، وأمرت المواطنين المقيمين حول هذه المدارس بإخلاءها وحرصا على حياتهم وحرصا على حياة الطلاب. تم نقل الطلاب لإجراء الامتحانات في أماكن أخرى. وطبعا قام التنظيم فجأة اليوم بتفجير المدارس. طبعا كان مالي هذه المدارس بالعبوات الناسفة، وكان زارع مدارس ولا مدرسة واحدة؟ مدرسة ومعهد أزهري تم تدميره من اليوم. طبعا هو أقدم على هذه الخطوة شريف لأنه بيواجه يأس كبير جدا خلال المرحلة الراهنة. طبعا احنا بنؤكد أن التنظيم بيتلقى ضربات موجعة، بيتعرض لهزائم متتالية، فشل تماما في مجابهة القوات المسلحة خلال المرحلة الأخيرة. طبعا كان في خطط عسكرية شريف خلال الشهر الماضي تم تطبيقها على الأرض، واستخدام وسائل قتالية حديثة جدا جدا خنقت العناصر. هناك وسائل عسكرية تستطيع الوصول للهدف على بعد 30 كيلو، وبالإضافة إلى طائرات الأباتشي. طبعا دي خنقت تحركات العناصر، بالإضافة إلى أنها أسقطت قتلى كثيرين من العناصر. طبعا التنظيم بيحاول أنه يعني يحاول أنه يستقطب أبناء سيناء، أبناء القبائل للتنظيم، لكن هو فشل ذريع جدا. وصلت الصورة. نعم وصلت الصورة، بشكرك شكرا جزيلا مراسلنا أشرف سويلم من شمال سيناء.